جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا، تقول: أختكم نون ألف من الرياض تسأل وتقول: ما حكم ظهور كف المرأة أثناء الصلاة؟ الذي يعنيه كثير من أهل العلم أن كف المرأة في الصلاة عورة، يجب عليها سترهما مع بقية بدنها، وإنما يباح لها كشف وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. أما إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تستر جميع بدنها في الصلاة وخارج الصلاة بما في ذلك الوجه. نعم.